أحمد صباح الخير، وما هي آخر التطورات وطبعا الدعم المقدم على كافة المستويات الإنسانية وأيضا السياسية والتطورات الخاصة بالزلزال المدمر لديكم؟ صباح الخير عليك مارينا، صباح الخير على الزملاء الأعزاء وعلى جميع مشاهدي القاهرة الإخبارية، وصباح جديد من العاصمة اللبنانية بيروت. في الحقيقة عناوين الصحف اللبنانية سيطر عليها بشكل أساسي هو الموضوع الزلزال، وخصوصا أنها الهزة الأقوى التي شعر بها سكان لبنان منذ قرابة قرن من الزمان أو أكثر من قرن أيضا من الزمان. ربما لم تكن الخسائر البشرية أو المادية، لم يكن هناك أي خسائر بشرية، والخسائر المادية مقتصرة على بعض الشقوق في المنازل والتصدع في عدد من الطرق، إلا أن هناك حالة من الذعر الكبير سيطرت على اللبنانيين على مدار هذا الأسبوع بسبب المخاوف من الهزات الارتدادية، وخصوصا أن كل المؤشرات تؤكد أن لبنان ليس بعيدا عن مركز الهزات التي تحدث في تركيا أو التي أصابت سوريا. هناك أيضا أزمة كبيرة في لبنان تتعلق بوجود أكثر من 16 ألف مبنى آيل للسقوط بسبب غياب الصيانة، وجاءت الزلزال أو جاء الزلزال الرئيسي وتوابعه بمثابة إنذار أو يدق ناقوس الخطر لسكان هذه المنازل. هناك قطاع كبير جدا من اللبنانيين تركوا منازلهم القليلة للسقوط والتي تغيب عنها أعمال الصيانة، وخرجوا إلى الشوارع أو خرجوا إلى أماكن إقامة أخرى في مختلف المناطق. كان هناك العديد من الإجراءات سواء داخل صحيح. الدولة اللبنانية لبحث تفضل. بالضبط، كانت هناك عديد من الإجراءات داخل الدولة اللبنانية أو على صعيد الدعم التركي والدعم لتركيا والدعم لا لسوريا. قبل هذه النقطة، على صعيد يعني أنا الداخلي أود تم أحمد إعلان أن حالة أعرف استنفار. ما هي الخطوات التي تم اتخاذها تجاه هؤلاء المواطنين الذين تركوا منازلهم؟ تم تكليف هيئة الإغاثة اللبنانية وأيضا نقابة المهندسين في بيروت ونقابة المهندسين في طرابلس بالتعاون مع كافة المحافظات ببحث سبل دعم هؤلاء المواطنين. لم يحدث هناك انهيار لمنازل سوى ما تم الإبلاغ عنه حتى الآن، قرابة 3 منازل في كافة الأراضي اللبنانية، ولكن البلاغات الأساسية التي تتلقاها غرف المحافظات وهي أعلنت الاستنفار وحالة الطوارئ الكاملة في عموم البلاد، فأغلب هذه البلاغات تتعلق بشقوق في المنازل وانهيارات بسيطة داخل المنازل التي تتطلب إلى صيانة. فهناك تم تشكيل لجنة لبحث ونظر ومراجعة كافة المباني الآيلة للسقوط على الأراضي اللبنانية والتي تلقت غرف المحافظات بلاغات بشأنها وأيضا لتقييم يعني مدى إمكانية الأوضاع عودة في المواطنين للحياة لبنان، فيها مرة يعني أخرى. هناك العديد من التطورات والملفات المهمة من الزلزال إلى آخر مستجدات التحقيقات الخاصة في انفجار مرفأ بيروت أيضا. أحمد، لو وضعنا عنوانا رئيسيا للتطورات في لبنان على مدار هذا الأسبوع فهو أسبوع الجليد. أسبوع الجليد يخيم على الدولة اللبنانية، الجليد سواء على المستوى الفعلي كافة الجبال اللبنانية تكتسب قمامها بالجليد بفعل العاصفة فرح، أيضا في الملفات السياسية والقضائية. في الملف القضائي هناك جليد، حالة من الجليد هذا الأسبوع أطفأت نيران الأزمة التي اشتعلت على مدار الأسابيع الماضية والتي كادت أن تسبب فتنة كبيرة داخل الجسم القضائي، حيث قرر قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البيطار تأجيل جميع الجلسات التي كان سبق وأن قررها في شهر فبراير، وكان من المقرر أن يستدعي فيها الأمين عدد من كبار المسؤولين في الدولة ووزراء سابقين وأيضا المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة، وهم من كبار المسؤولين الأمنيين في الدولة، وأيضا كان من المقرر أن يستدعي النائب العام. وهذا النائب العام كان هناك صدام كبير جدا بينه وبين القاضي طارق البيطار على مدار الأسابيع الماضية، وأثر هذا إلى عدد من المظاهرات والفعاليات في الشارع، فجاء قرار القاضي طارق البيطار ليهدئ من الملف، وأكد أنه على خلال هذه الفترة سيتوصل إلى تسوية أو سيتوصل إلى صيغة معينة مع النيابة العامة لكي لا يكون هناك أي خلاف بين قاضي التحقيق من جهة وبين النائب العام من جهة أخرى. وأيضا على ما صعيد الجديد أيضا في ملف انتخاب باقي رئيس الملفات جديد فهناك للجمهورية في لبنان؟
ايضا اصابه الجليد على مدار هذا الاسبوع، فهناك صمت تام او توقف تام للحديث في هذا الملف على مدار الاسبوع والاسبوع الثالث على التوالي. يعني لبنان هذا الاسبوع هو الاسبوع الثالث الذي لم يشهد فيه حتى مجرد جلسات لانتخاب رئيس جديد للبلاد. توقف الامر عند الجلسه 11 التي عقدت يوم 19 يناير الماضي، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يتم الدعوه الى الجلسه 12 لانتخاب رئيس جديد للبلاد. فهذا الملف ايضا اصابه جليد كبير على مدار هذا الاسبوع. ولذلك العنوان الرئيسي لهذا الاسبوع في لبنان هو اسبوع الجليد بامتيازه على المستوى السياسي او على المستوى القضائي او على مستوى الطبيعه في حد ذاتها. ربما لم يكن هناك اي تغيير يذكر سوى في الجلسه الثالثه التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني بصلاحيات رئيس الجمهوريه، ولكنها ايضا يبدو ان هذا الامر سيكون تقليديا خلال الفتره المقبله. اتخذ المجلس عده قرارات متعلقه سواء بدعم الادويه السرطانيه او ايضا بتجميد او محاوله تهدئه الحراك سواء اضراب المعلمين او اضراب موظفي القطاع العام. فاتخذ عده قرارات لتهدئه هذه الاوضاع وتبريد الاجواء في لبنان. ايضا ربما المتحرك ايضا الوحيد او المتحرك الاخر في هذا الاسبوع هو اسعار الصرف التي انهارت بشكل كبير جدا على مدار الاسبوع ايضا، مما ادى الى ارتفاع العديد من السلع في البلاد.